استديوهات مذهلة. مذهلة تنفيذ الزفات والشيلات وعمل القصائد بالأسماء. مرحبا في حفل من طار المعالي بالوفا والطيب والجلال المعالي الكرم والجود خصله من خصاله والشجاعة ورث جده ورث خالي واسمه عبد الله للعزة تقدم وتشرف يوم رحب بضيوفي يا لا 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 يا لا لا في قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والثاني مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس وعود فالي ضخنا بالعود الأزرق في مجية عيدي قهوة كيفي من صفرة تلالي يا لا 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 نكرم وكرامنا للضيف عاده ما نقلق في الصحون الا الجمالي عاده في الابن من جده ورثها وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر تعلم ياخذ دروسه من اكرام السبالي يا لا 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 يا لا 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 وانت شرفت يوم ارحب الضيوف علمنا القراية والكتابة يتعلم علم وافن الخصالي واشهد ان الحفلة عن كل المحافل محفل الغالي ومن شرفني غالي واسم صاحب الحفلة تقدم يشهد ان من مطالخ العيالي يا لا 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 الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد قراري بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلتك فيها السعادة والمحبة والسرور عم الأقصى والموالي يا لا 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 حفل من طار المعالي بالوفا والطيب وجزال المعالي الكرم والجود خصله من خصاله والشجاعة ورث جده ورث خالي واسمه عبد الله للعزة تقدم وتشرف يوم رحب بضيوفي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا مرحبا ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين أول والثاني مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس وعود فالي انضخنا بالعود الأزرق في مجية ويتي قهوة كيفي من صفرة دلالي يا لا 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 يا لا 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 وانت يوم نكرم وكرامنا للضيف عاده ما نقلق في الصحون الا الجمالي عاده في الابن من جده ورثها وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر يتعلم ياخذ دروسه من اكرام السبالي يا لا 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 وانت شرفت يوم ارحب بالضيوف قبل علمنا القرايه والكتابه يتعلم وافن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفه غالي واسم صاحب الحفلة تقدم يشهد ان من مطالخ العيالي يا لا 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 يا لا لا الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد قراري بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلتك فيها السعادة والمحبة والسرور عم الأقصى والموالي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وانت شرفت يوم ارحب بالضيوف مرحبا في حفل من طار المعاني بالوفا والطيب وجزال المعاني الكرم والجود خصله من خصاله والشجاعة ورث جده ورث خالي واسمه عبد الله للعزة تقدم وتشرف يوم رحب بضيوفي يا لا 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 يا لا لا يا لا لا وانت شرفت يوم رحب بضيوفي مرحبا ترحيب قدر ومودة للضيوف الحاضرين
مرحبا والضيف يلقى في قدومه طيب عود وطيب نفس عود فالي انضخنا بالعود الازرق في مجية وانتي قهوة كيفي من صفرة تلالي يا لالالي يا لالالي يا لالالي وعمل شرك يوم ما احب كرمة وكرامة للضيف عادة ما نقلط في الصحون إلا الجمال عادة في الابن من جدة ورثها وارثين المجد من طول المعاني الولد منا من الصغر تعلم ياخذ دروسه من كرام السبالي يا لالالك يا لالالك يا لالالك شرك يوم راح علمنا القراية والكتابة يتعلم علم وفن الخصالي واشهد ان الحفل عن كل المحافل محفل غالي ومن شرفني غالي اسم صاحب الحفلة تقدم اشهد ان من مطالح العيالي يا لالالك يا لالالك يا لالالك الوفا والطيب وعلوم الشكالة كيف ما يطري بعد طرالي بارك الله لك زواجك يا غالي يا عسى ليلتك من خير الليالي ليلة فيها السعادة والمحبة والسرور عن الأقصى والموالي يا والشيلات وعمل القصائد بالأسماء 05-32-14-5015 استديوهات